نروح للاستاذ احمد ايوبي المتحدث باسم لجنه استرداد اراضي الدوله. استاذ احمد مساء الخير. مساء الخير يا استاذنا، ويعني بنقول مبروك لمصر اول حصاد في اراضي الشعب. والله خدتها من على لساني، كنت لسه عايز اقول لك مبروك يا استاذ احمد. والله لا، ما انت انا لازم ابارك لك عشان انت واحد من الناس اللي دعموا وقفوا معانا طوال الفتره الماضيه، وقدرت توصلوا للناس ان هذه اللجنه مش جاية ابدا تتعنت مع احد، وانما جاية تاخد حق الناس. ده كان دوركم يا استاذ عمرو، وانتم بصراحة اديتوه معانا بنجاح وبوطنية شديدة جدا، ودعمنا وساندنا في ان احنا نوصل للناس باسرع وقت. وبنشكركم كمان على الشكل اللي طالع بيه شكل المزاد ده، شيء فعلا يشرف يعني. الحمد لله والله يعني من ظاهر الامر في ثقة في نظام في شفافية. اللي يعني بقول لحضرتك، انت كان معاك على التليفون الثاني حد من الناس اللي انا بعتبرهم وطنيين بجد، استاذ ايمن جوهر. هذا الرجل لديه قدر كبير من الحماس والوطنيه والفهم لاهميه الدوله ومسانده الدوله. عشان كده هذا الرجل يعني بذل مجهود جبار عشان يخرج المزاد بهذا الشكل. فعايز اقول لك، احنا الصبح وانا واقف انا وهو بقول له يعني ان شاء الله تتمنى المزاد يطلع بالشكل كويس، قال لي ان شاء الله هيطلع كويس. والحمد لله عدد الناس اللي دخلوا واللي زايده، والمنظر اللي كان منظر عبقري النهاردة، مصريين بيزايدوا من أجل الحصول على أراضي لاستثمارها. خلي بالك يا أستاذ عمرو، الرقم اللي قاله أستاذ أيمن اللي هو 164 مليون ده، الناس قبل ما تدخل المزاد، الناس اللي كان بيزايدوا كانوا بيتكلموا تقريبا، لو جمعت حصيلة اللي كانوا بيتكلموا فيه كانوا بيتكلموا في ربع الثمن ده والله، على ال 880 فدان يعني. اللي وصل 175 بتاع البحيره، الناس كانت بتتكلم انه ممكن يخلصوه في المزاد ب 70,000. ده انا هقول لك، ده في فدان ب 352,000. ده فين ده؟ كان كلامهم بره انه ممكن يخلص على 120,000. ده هو في النطرون يا فندم؟ ده في وادي النطرون؟ نعم. هو ابو 352,000 جنيه ده كان في وادي النطرون؟ لا، ده كان في طريق مصر اسكندريه الصحراوي. في مصر اسكندريه الصحراوي. ده بقى استثمار عشان الناس بس هنا ممكن تقول ايه، ما هياخده ب 352,000 جنيه الفدان الواحد، ولكن هيعمل عليه مشروع كده سكني، هيعمل هيبيعه حاجه زي مولات. كنت بتكلم على الاشتراطات مع المهندس ايمن. شاف الاشتراطات ازاي في الجزئيه دي؟ لازم اتكلم بشكل واضح عشان الناس تفهم برضو. عايز ادعم. ايوه يا فندم. اللجنه مش بس بتبيع اراضي او بتسترد اراضي الدوله وبتعرضها في المزاد، لا، فيما هو اهم من هذا، ان اللجنه بتضع الان اليه بالاتفاق مع الهيئات المالكه لهذه الاراضي. كيف واحد، كيف نحمي الاراضي الموجوده حاليا تحت يد الهيئات ديت من اي اعتداءات تقع عليها، بحيث ان ما يبقاش في حاجه اسمها وضع يد مره ثانيه في الفتره نقفل الحنفيه دي بقى بتاعه التسريب اللي عماله تسرب دي. الحنفيه ديت خسرت الدوله مليارات، بل مئات المليارات. ده رقم واحد. صحيح. رقم اثنين، ان الاراضي التي يتم بيعها بالمزاد هتكون هناك رقابه شديده وصارمه، ومنع التعدي وازالته، ومنع تغيير النشاط وازالته من اول ما يفكر اللي هيغير النشاط اللي يعمله. تمام. مش هستنى عليه لما يبني، لا. تمام. ده بمجرد ما يفكر ويبدا يعمل اي اجراء هيتم ازاله هذا النشاط. ليه؟ لان انا بتكلم عن ثروه زراعيه اهدرت منها كثير وما بقي منها قليل، لابد ان نحافظ عليه. احنا عندنا فجوه غذائيه. عندنا اراضي زراعيه تنهب وبتدمر، وهذه انا لا استطيع ان اقول الا انها فساد ضد الدوله المصريه. وبالتالي اللجنه حريصه ان الفتره القادمه ده لن يتكرر، وهناك اليات سوف توضع، وهناك حساب وقواعد حساب وعقاب وثواب لمن يفرط او يحافظ على هذه الارض من اجل الدوله المصريه. ارجوك بس حيلنا المهندس ابراهيم محلب البلدوزر. يعني والله الراجل ده، يعني انا بقول لك بجد، والله حقيقي بجد، الراجل ده بيشتغل يعني بقلبه في اي حاجه وكل حاجه. يعني لو يعرف الناس ويعرف الاعلام قد ايه اللجنه دي وهذا الرجل واجه حروب وواجه حملات تشويه منذ بدايه عمل اللجنه حتى الان، لكنه كان واضح من الاول، قال خلي بالكم عندنا مشاكل هتواجهنا. تمام. فهو كان مستعد. طيب خليني انهي مع حضرتك. ده المزاد رقم واحد، الف مبروك عليه. المزاد رقم اثنين يا فندم، هل ليه ميعاد؟ وهل حددتوا قطع اراضي، عدد قطع اراضي هتطرح فيه ان شاء الله؟ يعني انا كنت بتكلم مع ايمن بيجور النهارده،
وقال لي ان المزاد الثاني بعد عيد الاضحى مباشره ان شاء الله، وتقريبا هيكون في نفس المساحه او يزيد عنها قليلا، لان هو هيئه الخدمات الحكوميه عندها 37,000 فدان، عندها الورق بتاعها فهي بس بتاسسها، لانهم عندهم خبره في السوق وعارفين، وكانوا فكرتهم من البدايه ان ما نطرحهمش كلهم مره واحده، نطرحهم على دفعات. مظبوط، لان ده بيفرق في السعر وبيفرق في طريقه البيع. ممتاز ممتاز. يعني المزاد الثاني يا جماعه عشان الناس تستعد، المزاد الثاني بعد العيد ان شاء الله، بعد العيد ان شاء الله يكون. طب هنا بقى، هنا بقى معلش يا استاذ احمد، احنا محتاجين منكم تكثيف الاعلان، يعني عشان نقدر اكبر قدر يعرف، بالتالي اكبر قدر يروح، فبالتالي اعلى حصيله. فارجو بس ان يكون الطريقه يعني اوضح من قبلها بفتره. بالمناسبه يا استاذ عمرو، ايوه، النهارده اول مزاد يحضروا كل وسائل الاعلام بهذا الشكل. فعلا يعني عمرها ما حصلت. وكان ده هدفه ايه؟ ان انت قلت على عينك يا تاجر. لا انا مش هقول على عينك يا تاجر بعد اذنك، انا هقول على عينك يا مصري. تمام، على عين المصريين كلهم. المزاد جرى وتم بكل اجراءات وبكل شفافيه، وقال او على دو على تري، اتقالت على الناس كلها، وبقميص كرهات وبقميص ابيض عشان الناس تبقى عارفه مين اللي بيشتري. ما كانش بيتقال الكلام ده اعتباطا بالمناسبه، ده عشان الناس تبقى مش ده ايمن طه ده بيزاي. مش ده ده اعتقد ايمن طه ده. لا ده يعني دلال من الناس اللي عندهم خبره جدا اسمه الاستاذ محمد. والله يعني بصراحه اللي كان لابس قميص ابيض درس عليه المزاد ده، بيتهيألي شبهه، لكن ماشي على اي حال. ماشي. طيب النهارده يعني كان يوم جميل، وانا اعتقد انه المصريين النهارده لعليهم بعد ان راوا هذا المزاد وشاهدوه رؤيه العين انهم يثقوا ان الدوله المصريه عادت بقوه، وان دوله القانون عادت بقوه، وان حق الشعب يعود ولن يتم التفريط فيه مره. طيب انا اشكرك يا فندم، شكرا جزيلا.